من سارة سمير. هنروح لواحد من الأبطال، على فكرة من السمات المشتركة في كل أبطالنا، بعيد عن تفوقهم الرهيب على المستوى الرياضي، هم كلهم شخصيات في منتهى الجمال، يعني شخصيات قدوة فعلا لأي شاب أو فتاة عايز ينجح في مجاله أيا كان مجاله ده إيه. فمعنا بطل في 2020 اللي هي بقت 21 طوكيو، أولمبياد طوكيو، قال أنا هبقى كمان 4 سنين واقف على المنصة دي، وفعلا بعد 4 سنين وقف على المنصة، وكان فتحة الخير السنة دي، جاب أول ميدالية في تاريخه، وجاب أول ميدالية لمصر في المنافسات بتاعت أولمبياد باريس 2024. البطل بتاعنا محمد السيد، محمد منور الدنيا. السلام عليكم. طبعا زي ما زملائي افتتحوا الموضوع، بحب أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأحب أشكر معالي الوزير أشرف صبحي واللجنة الأولمبية وكل الرعاة وشركة المتحدة، وسعيد جدا بوجودي هنا وسطكم. وطبعا لو على الفيديو اللي حضرتك ذكرته، أنا كنا تفاصيله بقى محمد، أول أولمبياد شاركت فيها كانت أولمبياد شباب 2018 في الأرجنتين، حققت فيها المركز الرابع، خسرت ساعتها من دور الأربعة من لاعب إيطالي كان بطل العالم ساعتها، كنت أصغر لاعب مشارك في البعثة، كنت أصغر لعيب، كان عندي 15 سنة وقتها، وأغلب اللعيبة كان عندهم 19 سنة. حققت المركز الرابع، كنت بلعب على الميدالية البرونزية نفس الماتش اللي لعبته في أولمبياد باريس، وخسرت لمسة، كانت برضو الماتش على اللمسة الذهبية، بس ساعتها ما قدرتش احققها، واللعيب التاني هو اللي احرزها وهو اللي اخذ الميداليه البرونزيه. كان حلم كبير قوي ان احقق ميداليه اولمبيه ساعتها، وكان اولمبياد الشباب دي بالنسبه لي هي كل حاجه، وكان فتره صعبه كبيره قوي بالنسبه لي ساعتها. قدرت اتخطاها واتعلمت من الاولمبياد دي، كانت خبره كبيره ليا. بعدها ب3 سنين قدرت اني اتاهل لاولمبياد الكبار في طوكيو 2021، وحققت المركز الخامس، خسرت من ربع النهائي ماتش قريب جدا من لاعب اوكراني، خسرت 15-13. كنت شايف ان انا مستوايا مع صغر سني، كنت لتاني مره اصغر لاعب في البعثه المصريه في الاولمبياد، كنت شايف اني ممكن اقدر اكسب الماتش. بعد ما خسرت الماتش ده قعدت اتفرجت لاخر البطوله خالص على كل الماتشات لغايه النهائي ومراسم التتويج. كان كل هدفي ساعتها اشوف اللاعب ان انا خسرت منه ده المنافس اللي جاي هيلعبه ازاي عشان اشوف اخطائي واحللها. لما كنت بتفرج على تسليم الميداليات زي ما قلت لكم، كنت حاسس اني ممكن اكسب اللاعب الاوكراني ده واحقق الميداليه، فكنت شايف انها مش بعيده خالص على مستواي ساعتها من 4 سنين. والحمد لله قدرت اطور من نفسي كمان لغايه اولمبياد باريس 2024. كنت داخل البطوله يعني سايب كل حاجه على ربنا قوي، انا بس كنت عامل اللي عليا في البطوله ومش مركز في النتيجه خالص. الحمد لله البطوله مشيت ماتش ورا ماتش. بعدين لما قدرت احقق الميداليه، انا ما كنتش فاكر الفيديو ده بصراحه، بعدين وقت البطوله ما كنتش فاكره، بس الفيديو ده انا فتحته كتير قوي قوي في ال3 سنين اللي ما بين الاولمبياد، في فترة التجهيزات والتدريبات كان فيها أوقات كتير قوي زي أي حد، الشغف بيروح، أوقات ممكن تيجي عليك أوقات صعبة، أوقات عدت عليها في الموسم اللي فات ده بالذات، أوقات خسارات صعبة قوي من أول دور وأوقات تانية كسبت، بس الفيديو ده هو اللي كان بيخليني مكمل طول الفترة دي، هو ده اللي كان بيشجعني تاني. وقت البطولة ما كنتش فاكر الفيديو بصراحة، لكن بعد ما جبت الميدالية بشوية افتكرت الفيديو ده، وافتكرت وانا واقف بتفرج على مراسم التتويج في طوكيو، واول ما شفته كده جسمي اشعر، وبس كنت ساعتها بقى نزلته والفيديو انتشر زي ما انتوا شفتوا. وهو المهم العزيمة والإصرار اللي عند الواحد دي هي اللي بتخليه يقدر يكمل، وهي دي بيشكر ربنا طبعا انه خلاني مميز عن ناس كتير بحصولي على الميدالية دي، وطبعا التخطيط من الوزارة والاتحاد، عشان لو انا عندي كل الشغف والإصرار ان انا اعمل حاجة لكن الاتحاد مش مساعدني او الوزارة مش مساعداني مش هقدر احقق اي ده، فطبعا بشكرهم كتير عشان بدعمهم وبإصراري ومجهودي، وبفضل ربنا طبعا قدرت احقق الميدالية دي. الأسئلة اللي بطلنا
الاولمبي محمد السيد. اتفضل كريم. برحب بحضراتكم طبعا هنا. انا عايز اقول لك يعني احنا فخورين بيكم جميعا جدا جدا. يعني حقيقه فكره دايما انه الرول موديل او المثل الاعلى اللي الناس كانت بتدور عليه الفتره اللي فاتت كان عندنا طبعا محمد صلاح، يعني في الرياضه تحديدا. انتوا دلوقتي بقى في رول موديل تاني، بقى في الكوره، بقى في الخماسي، بقى في الشيش، بقى في اكتر من لعبه، ودي كانت حاجه مصر الحقيقه مستنياها عشان الشباب يتحرك تاني. يعني الزميل عمرو كان سأل سؤال مهم جدا، قال ايه رسالتنا او رسالة الابطال للشباب، لكن كمان جزء مهم من دور الرول موديل او المثل الاعلى انه يقول للناس ازاي. فازاي كنت بتقدروا توظف حياتك ان انت تحافظ على حياتك الاجتماعية، ان انت تقدر كمان تدرس لو بتدرس او بتشتغل، وفي نفس الوقت تقدر تبذل كل المجهود الكبير ده عشان توصل البطولة. يعني كانوا بيتكلموا على 15 بطولة قبل الاولمبياد بس، فده طبعا مجهود كبير جدا. ازاي تقدر تنظم حياتك؟ ده مهم جدا. ازاي بتقدر تعمل ده؟ حابين نعرف منك تنقل رسالتك للشباب. وسؤالي كمان لمعالي الوزير، يعني احنا بنشوف ابطالهم ما شاء الله بيظهروا اكتر كل يوم، كل مره عن فتره عن الثانيه. ايه دور الوزاره الفتره الجايه في اكتشاف مواهب تانية؟ يعني احنا عندنا مواهب كتير جدا 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 ممكن تشوفها على السوشيال ميديا، نشوفها في اماكن تانية. ايه دورنا عشان نكتشف المواهب دي اكتر؟ وهل في اي نوع من انواع التعاون بين الوزاره والشركه المتحده للخدمات الاعلاميه كمان لدعم المواهب دي؟ يعني هنا مثلا في المهرجان كان الابطال البارالمبيين جم لعبوا هنا على الشط، هيبقى في ملاعب مستمره بعد كده. فحابب اسمع ده من حضرتك برضه. اتفضل معايا يا وزير. جنبك انت طويل انزل انت شويه جنبي. طبعا سؤال زي كل الاسئله مهم جدا، لان احنا مهم قوي ان احنا نفسر الموضوع، ايه الحكايه. اكيد من 2018 تحديدا من شهر 6/2018 بدانا رؤيه وخطه عمل متكامله على مستوى اقتصادي وعلى مستوى فني وعلى مستوى انتقائي وعلى مستويات يعني شامله. الفتره ديت صاحبها في 2019 بداية نمو شركة وطنية متعددة المتحدة، سواء بدأت بالسادات والوزارة مع السادات قالت احنا عندنا السادات في المحافظات واحنا عايزين نعمل أندية مجتمعية ويطور في كل محافظة علشان يكون نخاطب الشعب يعني في الرياضة والتطوير، وقد كان شركة السادات. وأيضا في بداية كأس الأمم الأفريقية كان في منظور تطويري علشان ازاي نمهد دخول الجماهير ونطور. وفي 5 شهور الدوله المصريه الحقيقه بدعم كبير جدا من فخامه الرئيس والحكومه المصريه ان نعمل اكبر تنظيم لكاس الامم الافريقيه، لكن خلقت حاجات تانية من ضمنها واحده من اكبر الشركات دلوقتي في التيكتنج سوليوشنز تذكرتي. الحقيقه ده كله جمع في المتحده. المتحدة هي شريك قوي جدا، احنا بنعتبره موازي للتطوير سواء بالرعاية او كمان نقل الصورة الاعلامية المظبوطة. ده خلانا ان احنا نعمل موضوع اخر طبعا جنبه، تطوير يعني غير معتاد اللي حصل في تطوير البنية الاساسية والمنشآت اللي في مصر، لان هي الصالات اللي بيلعبوا فيها هنا زي اللي بيلعب فيها هناك لا تقل، بل بالعكس افضل بكتير. يعني بطولة العالم اللي اتعملت في مصر في استاد القاهرة تجهيزها الحقيقة الاتحاد الدولي يعني قال كتير جدا فيها لا يقل عن أي تجهيز. فإذا كنا بنخلق حالة ثقافة للاعب إنه هو اللي بيلعب فيه، وده عكس ما إحنا كنا بنلعب زمان كان في فرق كبير جدا في المنشأ. اللي حصل ده كله معاه يعني برنامجين. البرنامج الأول هو المشروع القومي للموهبة والناشئين والبطل الأولمبي، وده بنلف مصر كلها مع خبراء وبننتقي يعني ولاد في 11 نشاط و11 لعبة. هي الأجيال اللي هتطلع للسلاح، الأجيال اللي هتطلع للجودو، الأجيال اللي هتطلع للتايكوندو، وال11 لعبة فردية ورفع الأثقال، ملاكمة يعني المصارعة، كرة اليد، كرة السلة وغيرها. إن إحنا بننقي، وده من 2018 بدأ ياخد أفريقيا دلوقتي، لكن إحنا بصين على 2028 وبعد. كمان المؤسسة العسكرية المدارس الرياضية فيها في تعاون كبير جدا، وتطوير برنامج البطل الأولمبي في المؤسسة العسكرية. إذن الخطة الحقيقة ماشية بشكل عرضي وبشكل أفقي، لكن رعاية البطل كان موضوع مهم جدا، وده خلانا يعني نروح للكورة. حقيقة المشروع التنموي الانتقائي للموهبة الإنساني هو كابيتانو، وكابيتانو الحقيقة بيلقى رعاية كريمة الحقيقة كبيرة جدا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن هي شراكة ما بين المتحدة ووزارة الشباب والرياضة. والسنة دي كل الأندية الكبيرة الحقيقة خدت
منتج الدفعه الاولى وبنشوف الدفعه الثانيه ان شاء الله، غير ان احنا بنفتح المجال للسفر الخارج وفتحين القطاع الخاص، بنتعاون مع قطاع خاص لان حتى بتساعدنا المتحده ان يكون في قطاع خاص كبير سواء للرعايه او اداره اللاعبين، وفي تعاون وتنسيق في هذا الموضوع. الحقيقه انا هاخد من كلام يعني احمد الجندي، قال انا في 2018 جبت ميداليه في الناشئين كذا، واحنا عندنا كان الافريكان جيمز يوث والافريكان جيمز الكبار في المغرب وفي الجزائر، هم دول بدايه التخطيط بتاعنا ان احنا كنا ندخل طوكيو وندخل باريس، هم حطموا كل حاجه الحمد لله رب العالمين. ثم باريس نفس الحكايه محمد السيد، لكن انا هاخد تعليق تحديدا في السلاح. السلاح كان دايما واحنا يعني اجيالي او الاجيال اللي قبلي واللي بعدي، كان في دايما لاعب بيطلع وخلاص يعني حتى لو بيوصل الميداليه، لكن احنا المره دي كل اللي موجودين من دول اوروبا والدول يعني الكبيره هم قالوا مصر قوه عظمى في السلاح، مش كده ولا ايه؟ لان في كل ايفنت بيلاقي لاعب مصري بيلعب على نهائيات، لان احنا بنينا وبنبني اجيال شايفين الرؤيه ازاي. يمكن احنا جبنا 6 ميداليات وكنا متوقعين من 3 لـ5 في طوكيو وليها ظروفها، باريس متوقعين من 6 لـ8 قد تصل الى 10. الحقيقه تحديدا في 7 ميداليات هي ظروف المباراه وظروف الماتش، مهند البار وقع من الحصان نقله من فضه الى درجه بتاعته، زياد السيسي اول العالم تصنيفه يعني هينزل على ميداليه، ظروف الماتش انا بقول اهو كتخصصي يعني هو لعب نزل مركز جدا على ان هو بيلعب اول وتاني والمباراه دي مش مركز فيها، بنسميها بلغه الرياضه اتسرقت منه وانت بتاع سلاح. وكان صحيح ده هنقوله تباعا على عدد الميداليات اللي يعني المفروض تكمل، لكن احنا الحمد لله جدا عدد الميداليات اللي موجوده الايجابيه الكبيره اللي ادتنا طاقه وادت ولادنا طاقه، هيكون في اكتر وافضل تخطيطا في كل المجالات يعني. شكرا جزيلا معالي الوزير، وشكرا لبطلنا الاسطوري الاولمبي محمد السيد.